محمد بن صالح الدغباجي مناضل تزعم العديد من التنظيمات المقاومة للمستعمر الفرنسي والإيطالي، فبين عامي 1918 و1924 مثل الدغباجي أسطورة حية في البلاد التونسية بعد عمليات عسكرية ناجحة نفذها ضد المحتل. جو خمسة يقصوا في الجرة ملك الموت يراجي ولحقوا مولى الدعك المر المشهور الدغباجي، فزوا خمسة فوق حصنة من مخزن مطماطة وقالوا هاهي الجرة منا وجو في أول شواطة. الدغباجي قاعد يستنى طاح ليهم وطواطة، في دستوتي يلدغ سمة دار فيهم شاماطة، سبعة والقراس يلمة يعجل ما يطباطة، واللي نوشة ياوي لمة في حكتار الشياطة. في ذكرى أعدامه، ماذا يعرف الشباب التونسي عن رجل ضحى بحياته لأجل أن يحيا الوطن حرا مستقل؟ كي سمعت به ما أنا ما نعرفوش. اللي هو مناضل قبل ضد المستعمر الفرنسي وكان دافع على بلاده بكل ما يقدر وكل ما الحق ما نعرف عليه شيء. اللي نعرفه انه كان مناضل قبل وقريت على الفيسبوك اللي اليوم ذكر وفاته. في مثل هذا اليوم من عام 24 و900 و1000 اقتيد الدغباجي الى ساحة سوق البلدة بالحامة من ولاية جابس، ونفذ في حقه حكم الاعدام وسط زغاريد النسوة التي باركن شجاعته والشرف الذي ناله. رصاصة كانت كافية لتجهز على محمد الدغباجي وتضع حدا لنضاله ضد المستعمر، لكنها لم تسكت إرادة شعب آمن بالتحرر وآل على نفسه أن يطرد المحتل. مشهور الدغباجي